الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية شرب القهوة العربية في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الحالم شرب القهوة العربية كان ذلك دليل على سفره إلى بلد عربي، كما يشير إلى جني الحالم للأموال والمكاسب المادية. كذلك يمكن أن يشير إلى زواج العزباء من رجل لديه مال وخير وفير. كذلك يشير للمتزوجة إلى حصول الزوج على مكاسب عديدة ونيل أموال كثيرة، والله أعلم. إذا رأى الحالم شرب القهوة زائدة وطعمها جميل يشير ذلك إلى الرزق والسعادة. كما إذا رأت الفتاة العزباء شخص يقدم لها القهوة زائدة بطعم لذيذ يشير ذلك إلى الارتباط أو عرض زواج آتي إليها، والله أعلى وأعلم. أشار علماء التفسير إلى أن صب القهوة لشخص في المنام يشير إلى التصديق، بينما إذا رأى الحالم شخصا يصب له القهوة في المنام دل ذلك على الحصول على رزق ومال كثير. عندما ترى الفتاة العزباء شخص يصب لها القهوة يدل ذلك على رزق هذه الفتاة. كذلك إذا رأت المرأة المتزوجة شخصا يصب لها قهوة يكون ذلك إشارة إلى المال والرزق لها. إذا رأى الحالم أنه يقوم بتناول حبوب القهوة يكون ذلك إشارة إلى الهموم والأزمات التي قد يتورط فيها الشخص الرائي، والله أعلم. بينما إذا رأى طحن حبوب القهوة يشير ذلك إلى التخلص من المشاكل عقب التعب. كما إذا رأت العزباء أنها تطحن حبوب القهوة يكون ذلك دليل على التعب والمشقة في الوصول للأهداف. عندما ترى المرأة أنها تجفف حبوب القهوة يكون ذلك إشارة إلى النفاق والتظاهر. عندما يشم الحالم رائحة القهوة في المنام يكون ذلك إشارة إلى تحقيق النجاح. كذلك تشير رؤية القهوة الطيبة إلى الانتصار على الأعداء الحاقدين. كما إذا رأت المرأة المتزوجة قهوة تفوح منها رائحة طيبة يشير ذلك إلى التخلص من المشاكل والأزمات التي كانت تمر به هذه الحالمة. كذلك يشير إلى الربح والخير الذي يقترب الشخص الرائي. كذلك يشير إلى الربح والخير الذي يقترب للشخص الرائي من الوصول إلى أهدافه، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.